جوال تذكر يقدم. هناك أخطاء تقع عند كثير من الناس، وتجد أنهم يصفون الله بأوصاف لا تليق، منها ما نسمع عند البعض من الناس: الله يظلمك مثل ما ظلمتني، وهذا حرام، فلا ينسب الظلم إلى الله جل وعلا، فالله لا يظلم. والبعض من الناس يقول: الله يخون الخائن، وهذا حرام، فالخيانة ما تنسب إلى الله جل وعلا. كذلك البعض يقول: الله يغش من غش، حرام، فالغش لا ينسب إلى الله جل وعلا. كذلك نسمع البعض يقول: لعب الله فينا، وهذا حرام، فاللعب ما ينسب إلى الله جل وعلا. كذلك البعض يقول: الله ما يضرب بعصا، وهذا ما يليق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيتأدب العبد مع الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا، تهوي به في جهنم 70 خريفا. كذلك البعض، وهذا من الأخطاء، تجد أنه يقول: شاءت الظروف أو شاءت الأقدار، هذا غير صحيح، فليس للأقدار أو للظروف مشيئة، والصحيح أن يقول: شاء الله جل وعلا. كذلك البعض يقول: البحر غدار أو الزمن غدار، وهذا لا يليق وغير صحيح، فلا ينسب الغدر إلى الزمن أو إلى البحر، فهي مأمورة مدبرة يدبرها رب العزة والجلال. كذلك البعض يلعن الريح ويسب الزمن، بعضهم يقول: الله يلعن هالساعة اللي عرفت فلانا فيها، وهذا حرام. يقول الله في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وكل هذا من الأخطاء التي يقع فيها البعض من الناس وهم لا يشعرون. كذلك البعض يتشائم بالطيور، بالبومة أو الغراب، ولا يمضي في السفر أو التجارة أو غير ذلك. كذلك البعض يتشائم بالأيام، ببعض الأيام أو الساعات، ما يتزوج ولا يعقد في ذلك اليوم أو تلك الليلة، يتشائم، أو يتشائم من بعض الأشخاص ذوي العاهات ويعتقد أن فيهم شؤما، وكل هذا من الشرك والعياذ بالله. فالإنسان يعتمد على الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك تشاؤم. الإسلام يريد أن تعيش حرا، ما يتعلق قلبك بالأوهام والخرافة. الإسلام يريد أن تتحرر من رق الشياطين والأهواء والخرافة والوساوس والأوهام. الإسلام يريدك أن تعيش عبدا حقا لله جل وعلا، ما يريدك أن تلعب بك الأهواء كما يفعل البعض من الناس. تجد أنه إذا أصيب بمرض يذهب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين والدجالين الذين يدعون قراءة الفنجال أو الجبين أو الكف، أو يسمى الرمال، أو يضرب الودع في الأرض ويخبر بأمور مغيبة أو مستقبلة، أو يقول: أعطني ملابس المريض، أو اذبح لغير القبلة. كل هذا من الخرافة والخزعبلات. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون.